السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا جيسي محمد، بعمل فيديوهات عن العناية بالبشرة والشعر والميك اب، وفيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم على الادوات اللي تبقى عندنا عشان نستخدمها في الباديكير سواء للايد او للرجل. فلو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك كبير قوي 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 قوي. ويلا بينا نبتدي. دلوقتي هقول لكم على الادوات اللي المفروض تكون عندنا، تمام، عشان خاطر نعمل بيها باتيكير، تمام، سواء للايدين او للرجلين. هي الادوات بتبقى هي تمام، سواء للايدين او للرجلين، بالاختلاف ان في حاجات مثلا انت بتستخدميها لرجلك مش بتستخدميها لايدك، تمام. وتقريبا في الجانب بتبقى حاجة واحدة بس، هي اللي مختلفة، تمام. اول حاجة لازم يكون عندنا تمام، قطن عادي، تمام، او مثلا قطن زي ده، القطن المدور اللي هو اسمه كوتون بادز، تمام، بيبقى موجود في اي سوبر ماركت، اي صيدلية كده. ده وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان احنا لو بتبقي حتى بتبقي حاطة مانيكيرو كده، بتحطي عليه الاسيتون وبتشيلي بيه، تمام. فادي كده اول حاجة تكون معانا في العدة هي القطن، تمام. تاني حاجة طبعا يكون معاكي اللي هو المزيل المانيكير بتاعك ايا كان، تمام. انا معايا ايفا ده، تمام. تاني حاجة المفروض تكون معانا في حدة الباديكير هو ده، تمام. ده مبرد، تمام، مبرد للرجلين. الملمس بتاعه بيبقى خشن، بس مش خشن قوي يعني، تمام، هو بيبقى مصنفر كده، الملمس بتاعه مصنفر. ده المفروض ان هو وظيفته ان هو بيشيل الجلد الميت، تمام، بيصنفر الرجلين ويشيل الجلد الميت. عايزه اقول لكم تحفه جدا 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 جدا. ده كان سعره عامل، كنت جايباه من الصيدليه، كان عامل 22 جنيه، تمام. ده لازم يبقى موجود، ماشي. بعد كده في اللي هو اسمها ايه دي، مبشره، المبشره بتاعت الرجلين. بصوا بقى يا بنات، انا عن نفسي مبشره الرجلين دي لما جربتها، تمام، طبعا المبشره دي بتبقى للرجلين بس، والمبرد ده طبعا بيبقى للرجلين بس، تمام. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتفرق ما بين الباديكير بتاع الايدين وبتاع الرجلين، ان ده بيبقى طبعا للرجلين بس، تمام. وده نفس الكلام برضو، المبشره دي بتبقى للرجلين بس، ما بتستخدمش للايد. بس انا لما جربتها بصراحه ما عجبتنيش، لان هي حسيت ان هي بتسيب علامه في الكعب كده بتاع الرجلين، علامه نفس رسمه ال اسمه ايه ده، الحاجات النقط اللي فيها دي، وبتسيب برضو علامه خطوط. فانا جربتها تقريبا مره او مرتين، فانا بصراحه رايي ان انتوا ما تجيبوهاش، تمام. هي دي برضو المفروض ان هي وظيفتها بتشيل الجلد الميت، تمام، بس انا مش برجحها خالص، لان هي بتبوظ منظر الجلد بتاع الرجلين، هتعمل خطوط ولو هيبقى ولا كاننا بنعمل حاجه. فانا ما نصيحتي محدش يجيبها. عايزين تجيبوا حاجه لازاله الجلد الميت يبقى المبرد ده، تمام. بالنسبه للحجر انا بصراحه ما جربتهوش، فمش هقدر اقول لكم رايي فيه. لو في حد جربه وسواء عجبه او ما عجبهوش يقول لنا يقول لي في الكومنتات على الفيديو، بحيث ان احنا كلنا نستفيد من بعض، تمام. الاداه اللي بعد كده طبعا لازم يكون معانا على حسب بقى، مقص، يا اما مقص يا اما قصفه. بالنسبه ان انت مثلا لو انت ما حبيتي تقصي ضوافرك، تمام، قبل ما تعملي الباديكير، ففي ناس ما بتعرفش تستخدم القصفه، وفي ناس ما بتعرفش تستخدم المقص، تمام. فانت شوفي انت بتعرفي تستخدمي ايه، تمام، ويبقى دي من ضمن الادوات بتاعتك. يعني انا عن نفسي انا ما بعرفش استخدم المقص خالص، انا على طول بستخدم القصفه لما بعوز ان انا اقص ضوافري، تمام. اللي بعد كده معانا طبعا المبرد، لازم طبعا يكون معاكي مبرد بحيث ان انت تبردي ضوافرك، تمام. يبقى معاكو الأداة دي، تمام.
الأداة دي طبعا أغلبنا عارفينها، تمام. الأداة دي وظيفتها إن هي بتشيل زوائد الجلد اللي موجودة حوالين الضوافر، سواء الإيدين أو الرجلين، تمام. الجزء ده اللي هو العريض ده بتزقي بيه الجلد كده لجوه، تمام. والجزء اللي هو ده اللي هو عامل شبه ديل السمكة، ده اللي انتي بتشيلي بيه الجلد الميت، تمام. ان شاء الله هبقى اعمل لكم فيديو وانا بعمل باديكير وكده، واوريكم ازاي بتستعمل. بس دي مهمة جدا جدا جدا، ولازم ان احنا لازم تكون موجودة في ادوات الباديكير، تمام. بعد كده اخر حاجتين معانا، وهي طبعا لازم يكون عندك كريم مرطب عشان ترطبي بيه سواء ايدك او رجلك بعد ما تخلصي الباديكير. فانا بحب بنسلول جدا لان هو ترطيبه بيبقى عادي سواء للايدين او للرجلين، ولان الباديكير بيحتاج ترطيب الكريم المرطب اللي انت هترطبي بيه يكون ترطيبه عالي عميق يعني، تمام. فانا بنسلول طبعا يعني انتوا عارفينه، انا مش محتاجه اتكلم عنه. بعد كده اخر حاجه وهي كريم كعب الغزال ده، تمام، اللي هو بيبقى لونه وردي من ماي واي، تمام. بقوم اخده منه حته بقى، تمام. وده لونه كنت اتكلمت عنه في فيديو بالتفصيل، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، تمام. ده باخد منه حته صغيره وبحطها على كعب الرجلين او على كف الايد هنا، بحيث ان هو يدي لون وردي خفيف كده يعني نعناشه كده. بس كده انا خلصت الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني فيديو جديد تاني بإذن الله.